الكتلة والوزن. الخلط بين الكتلة والوزن من الأخطاء الشائعة في الحياة اليومية، ويوجد فرق كبير بينهما. مثال: لماذا كتلة طالب في الصف الأول 25 كيلوغرام، بينما كتلة طالب في الصف الثالث 32 كيلوغرام؟ نعم، ذلك بسبب المادة التي يحتويها الجسم. فالطالب الذي في الصف الثالث ذراعه أكبر من ذراع الطالب في الصف الأول، فتكون كمية المادة أكبر، وبالتالي الكتلة أكبر. إذن زيادة المادة تعني زيادة في الكتلة، فبذلك يختلف الوزن عن الكتلة. مثال: ماذا لو سحبت حقيبة على مقعد؟ هل تراها ثقيلة؟ طبعاً لا. والآن ماذا لو قمت أنت بسحبها وأنا قمت بجذبها؟ سوف تشعر أن الحقيبة ثقيلة، كذلك جذب الأرض للأجسام تجعلها ثقيلة. إذن الوزن هو مقياس شد الجاذبية للجسم، ويستخدم الميزان الزنبروكي لقياس الوزن. والآن لا تتغير الكتلة بتغير المكان، فمثال على ذلك: لو أخذ رائد فضاء محو زجاجة عصير كتلتها 2 كيلوغرام، هل سوف تصبح الزجاجة فارغة في الفضاء؟ طبعا لا، لكن تجد أنه في المركبة الفضائية يرفع رائد الفضاء صديقه بإصبع واحد مهما بلغت كتلته، لأنه لا يوجد جاذبية، فلا يوجد وزن. والآن إذا زرت القمر، هل سيبقى وزنك كما هو؟ طبعاً لا، سوف يتغير، لأن شد الجاذبية على القمر أضعف من الأرض، وبالتالي وزنك على القمر أقل من وزنك على الأرض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.